اثبت. مش هينفع كده بقى يا استاذ عادل. قلت صوتك يا سيد، احنا في العنايه. ايه ده ما شاء الله، احنا في العنايه؟ ما حدش قال لي. ويا باشا لما احنا في العنايه انت بتعمل ايه هنا؟ يا باشا فاضل ساعه الا ربع لسه على ميعاد الزياره. وهتفرق في ايه يعني بس ساعه الا ربع يا سيد؟ ما حدش هياخد باله. لا هياخدوا بالهم، وانا هاخد جزمه وهاخد بيت جزمه. ارجوك يا كابتن عادل خد بعضك واستنى في الاستراحه عقبال ميعاد الزياره. ماشي يا سيد. ماشي. يا ريت يا باشا. هاتيلي حقنة اكس بيكس في ستين بسرعة. انت هتبحنيلي؟ اجري بسرعة. ما تخافش. انت شكلك خلصان خالص. يعني خير عشان ربنا يكرمك وتقوم بالسلام. ها؟ يلا على مهلك على مهلك. لا اله الا الله. حد دخل نمرة العربية اللي خبطت الراجل ده؟ لا دي حادثة قطر يا دكتور. حد دخل نمرة القطر؟ افتح يا ابني. اتفضل يا دكتور. افتح بسرعة. اتفضل. كده ليه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. بقول يا عادل طب افرض قفشوك بقى. هيقفشوني ليه يعني؟ ما انا لابس دكتور. هو الدكتور ايه يعني غير بلطو وسماعة وبني وقمر؟ بعدين ساعة واحدة مش كفاية زيارة يا عمير. ما بشبعش منك. بس انت عارفة شكلك احسن النهاردة، منورة كده ووشك بيضحك. انا هقول للدكتور ينقلك في اوضة عادية بقى. هو بيجي الساعة 7 مش كده؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ بتسأل على الساعة ليه؟ فين موبايلك؟ انت بوظته تاني؟ لا لا والله ما بوظته، انا قافله وراكنه في البيت. ليه قافل؟ هو يعني مين بيتكلمني غيرك؟ انت الوحيد اللي بتكلميني وتطمني عليا، انما الموبايل ده زن على الفاضي، وانا بصراحة ما بحبش غير الزن بتاعك انت يا جميل. البيت وحشني قوي يا عادل. هانت عبير، هانت. الدكتور طمني والله. وأوعدك أول ما تقومي بالسلامة هاخدك على الهارلي ورايا. أنت بجد جبت موتوسيكل؟ هستلمه بكرة. برضه عملت اللي في دماغك. بقولك يا عبير، حلمي من وأنا عندي 20 سنة إن أنا أركب الهارلي بدراعات كبيرة دوت وأخد المزجة ورايا وأطلع على راس البر. كلامك من 40 سنة يا عبير. ايه رايك دلوقتي نروح الجونة؟
شفت لك مبارح حتة دين خوذة بينك إنما إيه؟ خوذة بينك ليا؟ شوف مقاسك ولا كده كتير يا أستاذ عادل. إيه ده؟ لا مؤاخذة ما خدتش بالي، أنا حما وجاي تاني. لا يا ابني مفيش حاجة، تعالى أنا بحط لها قطرة يعني. قطرة؟ آه. طب يا أستاذ عادل أنت مش شايف إن كتير اللي أنت بتعمله ده كل يوم عشان تخش بدري؟ وبعدين يا أستاذ عادل معلش يعني أنا تمريض، يعني هداري مهما هداري مسيرك هتوريها لي. إيه دي يا ولد؟ الروشيتا. إيه رأيك تدخلني بكرة من غير حاجة كده؟ وأنا أعمل لك اشتراك في الجيم ببلاش. كده بقى اتفقنا. أهو ده الكلام. فين الكلام ده من بدري؟ طب معلش المرة دي بس امشي عشان أنا سابق 10 دقايق زيادة. طب معلش عشان خاطري. سيبنا كمان 5 دقايق. خلاص معاكوا ربع ساعة. بس من غير قطرة. صباح الخير. اسمعي يا متولي، صباح الخير يا سيوسف، جبت لك الحاجه الحلوه بتاعتك بس زين. وجبتي المستاذه بالفراوله موجوده في الاكياس يا متولي. اسمع يا سيدي، عايزه بكره الصبح تقدم لي طلب التمديد بتاع الخدمه يكون على مكتب الوزيره بكره الصبح. واضحه يا متولي؟ حكيم انا عارف نسبه ذكائك. ايه يا سيوسف واقف بتنح كده ليه؟ خدت بالك؟ ايوه، افتح الدرج اللي على الشمال في رزمه ورق. خد يا سيدي 3 ورقات عشان انا عارف انت هتغلط في بدايه كتابه الطلب. ايه ده يا بابا؟ ما جبتش برقوق ليه؟ برقوق؟ بقول لك لا مش عمي. انت يا سي متولي، الكمثرى اللي جبتها امبارح دي مش خشابي، وانا بحبها خشابي ما انت عارف. ايوه يا متولي، طلعت الورقه خش جوه كده. خشابي يا عم. خشابي ايه؟ لقيت فلوك على خشب تويوتا ما بعيد. بقول لك يا سي متولي، انا مش عايزك تكتب الطلب وبس يا متولي، انا عايزك وانت بتقدمه للموظف تاخد عليه رقم صادر ووارد. ليه بقى يا سيدي؟ عشان ان شاء الله كده. اسمعني يا متولي كده يا بابا، قدمه ما يقولكش ما قدمش الطلب. خير يا بابا؟ قالولي يا حبيبي ازيك عامل ايه؟ مش انت يا زفت يا متولي؟ خد يا اخويا. كده يا بابا؟ الموبايل اللي قلتلي ما بيتصلحش، لف كده لف كده ما اسمعش جملة هاتلي موبايل تاني. يا تكن قرف خيبة، الاسم مخلف رجالة يا سي متولي. متولي مالكش دعوة، انا امدد خدمتي زي ما انا عاوز يا اخي. بقول لك ايه يا متولي، هي كلمة واحدة، انا مستحملك بقالي 40 سنة، تستحملني انت يوم واحد يا اخي وتنفذ اللي بقول لك عليه. حسين بسم الله الرحمن الرحيم، كل يوم نفس الخضة. انت اللي خدت بالجزمة يا حسين، ده انا لسه ماسحة الشقة يا اخي. مؤاخذة ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ والنضارة اللي في وشك دي بتهبب ايه؟ يعني انا نضف وانت تليط. الله يسامحك، دي نضارة ودي ليزر. اللي بيكتب على باب الشقه ما تخشوش لما اخلص مسحه ولا غس. بس ما بنروح على الواد. امسكي فلاقي طالع على السلم، هات الحاجه الحلوه، هات الحاجه الحلوه. يا حبيبتي سلام يا متولي. خسس لي يا والي. بابا حبيبي. عارفها الطبقه الناعمه دي؟ عايز 50 دولار اجيب بيهم في بوكس. الالفا بوكس ده طالبينه منك في المدرسه؟ لا طالبينه مني في البلاي ستيشن. وحط امك. لا 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 ايه الغلط ده؟ وما مالها بس يا حسين، حول الله يا رب. ولد عارف لو كنت طلبت ال 50 دولار دول من ابويا على ايامي كان قال عليا جاسوس وبلغ عني. مش هتبعد عني علي يا بود. احنا مالنا ومال ابوك دلوقتي؟ وبعدين انت هتقعد تقطم في الولا؟ اقول لك هاتها له وباخصمها من مصروف. شوف العقل يا ابن القياد. تعمل ايه؟ بتفرج على الماتش. ماتش؟ سايبني عشان تتفرج على الماتش؟ يعني طول العشاء ما كلمناش كلمه واحده مع بعض، ولما نيجي البيت تجري على التلفزيون. حبيبتي العشاء كان رائع والستيك تحفه، يرضيك نقعد نتكلم ونسيب الستيك يبرد؟ ولا اتكلمنا في العشاء اللي قبله ولا اللي قبله ولا حتى اللي بعده. خلاص يبقى المشكله في العشاء. انا رايي بعد كده ننام خفيف، بلاش عشاء. انا ما بهزرش. انت ليه مش بتتكلم معايا؟ ما لقيتش حاجه اقولها يا شيرين. كل يوم مش بتلاقي حاجة تتكلم فيها يا عزيزي؟ طب ما اتكلمتيش انت ليه؟ عشان كل ما بتكلم معاك بترد عليا ردود سخيفة شبه طبعا. خلاص من النهاردة هضيف لك بعض الكلمات عشان ما تمليش ولا تزهقي، زي لا يا شيخة، معقول، اوبس، بطل برود ورد عليا زي ما بكلمك. شيرين انت عايزة ايه؟ عايزة اتطلق. تطلقي؟ بلاش يا شيرين، بلاش كل شويه تجيب سيره الكلمه دي عشان ممكن تخسرنا انا وانت كتير. انا مش عايز حاجه خالص، انا زهقت.
رحت الحمام 5 دقايق بس. وانتي بتستهويني يا اوكسانا بالخمس دقايق ده؟ انتي الدقيقة في بعضك سنة. يا سلام. يس. تعالي تعالي خلاص ما تزعلش. انجوي انجوي. تعالي. لسه زعلانة؟ طيب خلاص خلاص انا هكلم الاسيستنت بتاعتي في سوما باي تجهز الفيلا نروح نعمل ويكند لذيذ فاجر جدا. اوكي. واحنا ممكن نتجوز هناك. مش للدرجة هاي اوكسانا. يكون في معلوماتك كل المتجوزين مش مبسوطين. انت يرضيكي ان شهدي حبيبك يبقى مش مبسوط؟ نو. طيب لازم جواز. طيب نعمل الويكند ده وبعدين جواز. اوكي. نو. ليالي الهلال اجمل سانتظر. لان الحلال اجمل سانتظر. يس. اوكسانا انا مش 100 مره قلت لك بلاش تتفرجي على رضوى الشربيني. انت لسه بتتفرجي على رضوى الشربيني صح؟ خد اشرب. ولا ده مش هينفع. استني هجيب لك حاجه. استني جينو اديني حاجه تخليني ما اشوفش قدامي لا انا ولا هي. قال لي ان الحلال اجمل سانتظر. دي ناقص تقول لي في الحزن مدعيه وفي الفرح منسيه. هاي بحن قوي للابيض واسود. جود تشويس. بصي سكر. الهي شحطتك زي ما انت مشحطتني وراك كده. جاتك نيله. انت لقيتني ازاي؟ بمنتهى السهوله. بقالي 7 ساعات بلف على كل المواخير والاماكن القذره اللي ممكن الاقيك فيها. ده انا خدت كميه زيتوب يا مستر شهدي. ربنا يسامحك. الورق ده لازم يتمضي. اختار توقيتك يا مصطفى. اختار توقيتك. بكره. بكره ايه؟ لا مش هينفع. خد خد يا مستر شهدي مش هينفع بكره. بصوا يا جماعه صدقني مستر شهدي مش هينفع. سكر. مستر شهدي مستر كومار مش هيطلع الفوج من الهند غير لما نحول له فلوس. مفيش فلوس هتتحول من غير امضى. مصطفى انت واعي انت بتكلمني في ايه؟ فين؟ بكره يا مصطفى ما تبقاش زنان. مين دي يا شهدي؟ دي موظفه عندي بس ما عندهاش تمييز. يا حرام. لو سمحتي خليكي في حالك عشان انا تعبانه وطالع نايم. الراجل دي مستر شهدي انا ما عنديش استعداد ان احنا نخسر العملاء بتوعنا عشان حضرتك مش عايز تمضي. بعدين مستر كومار ما تبقاش كومار انت يا مصطفى. الشغل في مكان الشغل ده مكان راس. عايزني امضي؟ يا ريت. ارقص. ارقص ازاي يعني؟ انا مش همضي غير لما ترقص. ايوه بس دي بدله الشغل بدله الرقص في البيت. انا بقى كبرت في دماغي وعايزك ترقص ببدله الشغل. طيب لو رقصت هتمضي؟ I promise. طب ممكن استعيرها منك؟ يس. اتفضل. ثانك يو. انا ارقص معاك. اثبت براحه براحه. انتي معلمه الشياكه واللباقه واخده درسي في الاناقه. خلصت عليكي انا الباقة وانتي بنت الناس متعلمه. قالوا المانجا دي يا عمي. بس دي مش اسماعيلاوي. اسماعيلاوي؟ لا. تبقى تدفع وانت ساكت. ماشي. الله صحيح يا حسين. عبير مرات عادل عامله ايه دلوقتي؟ والله ما انا عارف كذا مره بتصل بعادل ما بيردش تليفونه مقفول. بس انا كده اعمل محاوله. الهط الهط. خف الاصوات دي بس عشان اكلم الراجل في التليفون. الو. ايه يا حسين؟ حد يتصل بحد في وقت زي ده؟ معلش ازعجنا حضرتك في وقت بدري. يا بني ادم يا بارد احنا بعد العصر. يا راجل انا ولا انا عارف الساعه كام ولا النهارده كام ولا عارف انا فين اصلا. طب بقول لك ايه؟ مفيش اخبار عن عادل؟ تعرفش ايه اخباره؟ قافل تليفونه ليه؟ يا راجل ايه ده؟ هو لسه قافله؟ طب استنى كده. استنى استنى عزيزي بيكلمني اهو. هعمل المكالمه دي كده. استنى اصبر يا احمد انا مش ناقص صداع العزيزي دلوقتي. اصبر بس ما تلتش كتير. خد يا عبقري اعمل لي المكالمه دي فيديو كونتراست كونفرنس كول يا بابا. ما انا عارف الحرفين دول لازم يعني قدامك. صباح الفل يا ابو العيال. عامل ايه يا حمار؟ اهلا 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 عزيزي بيه. اتفضل معانا مانجا يا استاذ. وانت بتعزم يا حيوان عشان عارف ان انا مش هيجي. ما تيجي يا ابني ايه اللي حايشك؟ يا ابني ده احنا اخر مرة اتفقنا نتقابل وتقابلنا بالفعل كان من 3 اشهر. 3 شهور ايه يا ابني؟ احنا متقابلين رمضان اللي فات يا مسطول. ما رمضان اللي فات من 3 شهور. عرفت مين فينا اللي مسطول بقى يا حيوان؟
وبعدين يا حسين مش تقول لي ان شهدي معانا في المكالمه عشان اقفل. اهمد يا مراكبي علشان ما اجيش اطقم لك زي كل مره. تعالى كده وانا اللي انزلك من غير بنطلون زي كل مره. ما انت طول عمرك بتحب تشوفني من غير البنطلون يا وسخ. مفيش فايده بيكو. قول لي مفيش اخبار على عادل؟ بقاله جه 10 ايام مختفي. طب يا جماعه بقى ما نحترم نفسنا بقى ونتلم كده ونسال على مرات الراجل عيب كده برضو يا شخطي. دي خامس مره اقول لك نتجوز وهخلي نفسي بايته معاك في هوتيل. ينفع كده؟ بقول لك ايه يالا، افتح السبيكر وقول لها بابا معايا وانا اخلعك. يلا يلا سيبوني دلوقتي علشان انسيها اللي شافته امبارح. اديها ورسم نوم عشان تنسى اللي شافته من خيبه امبارح. روح 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 يا بهيم. يا ولاد تعرف تتكلم اهو، تعرف تضحك كمان مع اصحابك. وبعرف انزل بسين لوحدي من غير عوامه، ولما بمشي ببقاش على وشي زي الاول، كبرت. وتعلمت الكلام حتى شوفي بيب بيب ظريف قوي. استر يا رب. ازيك يا سيد؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يا عم اشتراك الجيم بتاعك اهو، هتدخلني هتبقى بطل عالمي. مش هتدخلني بقى هفقعك واحده نكه وانت اوديك في داهيه. دخلني بقى استاذ عادل. احنا حاولنا نوصل لحضرتك بس تليفونك كان مقفول. البقاء لله يا استاذ عادل. دي سنة الحياة وكلنا هنموت. يفتح الرب امامها ابواب الفردوس فتعود إلى ذلك الوطن حيث لا موت بل فرح دائم. لنصلي. هو عادل فين؟ بصيت عليه برا ما شفتوش. الحق القطن عزوز وصل. ايه شفتوني مش قادرين تمسكوا نفسكم من الضحك؟ ضحكوني معاكم يا حيوانات. ايه اللي انت عامله ده؟ حد يجي عزب بدله العيد كده؟ كل اهلك. انت ليك الشرف انك تقعد جنب القبطان العزايز يا حيوان. بس منو نفسكم انتوا الاثنين؟ الناس بتتفرج علينا. احترم نفسك، احترم نفسك، ده مش وقت هزار. خلاص. ما ينفعش كده. خلاص. البدله دي اكيد فيها منظار طويل بتاع البحاره ده صح؟ طلعوا كده ودور لنا على عادل شوفوا فين. وترجع تكلمنا انا صح؟ خلاص انا مش خلاص. ايه ده؟ تجنيتوا؟ الرب معكم، اذهبوا في سلام المسيح. خامة نظيفة قوي. شاكرين يا جماعة. ما نقولكمش في حاجة وحشة. الله يرحمها. والله يا موريس كان نفسنا نبقى جنبك أنت وعادل في الدفنة، بس ما عرفناش غير من الفيسبوك. أمال عادل فين؟ عادل أنا قلقان عليه خالص. من ساعة ما كنا في الدفنة ما بيكلمش حد. ووشه مخطوف وتغير، ده حتى قفل تليفونه وما جاش العزا النهارده. الله الله الله، لا لا انا هبعت له على الفيسبوك واشوف هيرد عليا ولا ايه. لا اله الا الله، محمد رسول الله. الحقيقه انا خايف يدخل في نوبه اكتئاب. اتمنى ان انتوا توقفوا جنبه اليومين دول. خاتمه الاحزان ان شاء الله. انا اسف اصل طبعا لازم نقف جنبه. الله طيب مرة تاني بشكركم، ما نجلكمش في حاجة وحشة، عن إذنكم. اتفضل. يا نيل أنت بتضحك على إيه والراجل واقف؟ تلاقي واحدة من قلاديش وبعتله صورة ولا نكتة. رخص وريني كده. يالا فرجوني الأول شطاراتكم وقولوا لي هتعملوا إيه مع عادل. ولا أي حاجة، هناخده رحلة لذيذة يومين كده نرفع عنه في فيلتي في سوما باي. مين طالع معايا الطلعة دي؟ أنا هطلع معاك. يالا انا كده كنت طالع مع شيرين يومين، بس انت عارف هيبقوا نكد وقرف. اطلع معاك بحجه موضوع عادل ده. اوكي. دور الاول هتقنعوا عادل ازاي اللي ما حضرش عزا مراته هيسافر معاكم. لا دي مساله عايزه تكتيك، دي بقى تسيبوها عليا. يلا بينا. تعالي.
البقاء لله يا عادل. في حياتكم الباقيه. تفضلوا. شد حيلك يا عادل. شد حيلك اخويا. ربنا يقويك. شد على الله. ايه يا عادل اللي انت عامله ده؟ مالك مقفل يا حبيبي على نفسك كده ليه؟ غلط عليك كده بابا. انا عارف ان عبير الله يرحمها. بس يا شهدي بس مش ناقصاك. طب بص يا سيدي بقى، انا عاوز اطلب منك طلب. خير يا شهدي. ولو ان الوقت مش مناسب، بس انا عاوز اطلب منك ان انت تيجي معانا يومين كده، نسافر نغير جو. فعلا شهدي الوقت مش مناسب، معلش سامحني مش هقدر. عادل انا مش بطلب منك، انا بترجاك، بترجاك ان انت تحقق لي اخر امنيه في حياتي قبل ما اموت. ايه؟ ايوه زي ما سمعت كده بالظبط يا عادل. كل الدكاتره اجمعوا ان ايامي في الحياه معدوده، واللي فاضل مش كتير، اللي فاضل مش كتير. ايوه مش كتير. شو ده حبيبك؟ مش هتموت يا سعودي، مش هتموت. الله الله. وانت كتر هيطلعوا في الاخر كدابين كدابين. خلاص يا حسين، خلاص ما تعملش في نفسك كده. طب قولوا لي تاكلوا ايه ولا تشربوا ايه؟ انا عايز مانجا. مانجا؟ اهدى اهدى. ما تعملش في نفسك كده. مش قادر يا سعودي. اهدى يا حسين اهدى. اهدى. ايه رايك؟ قرف قرف. ده الراجل جايزه الاوسكار هتطلع من عينيه، دايما يجيب لي مانجا فرحا بالاداء. يا راجل اوسكار ايه ومانجا ايه؟ حد يطلب مانجا؟ انت كان ناقص تقول له اعمل لي بيض بالبسطرمه. اهدى 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 يا حسين اهدى. ما تعملش في نفسك كده حبيبي. الحمد لله الحمد لله. معلش يا حسين ما لقيتش مانجا، تمشي معاك كاكا؟ عادل ارجوك بقى قول لي ان انت موافق تيجي معانا سوما بي وغلاوه عبير. يا عادل انت جاي. خلاص يا حسين خلاص يا حسين خلاص خلاص خد خد كاك يا حسين. خد يا حبيبي. تسلم ايدك يا حماتي. تسلم. حماتي ايه؟ انا لاحظت امبارح ان حمايه جاب طبقين تين شوكي، فبقى شاكر يعني لو طبق منهم ينزل دلوقتي. حدق الاول يا عين حماتك وبعدين ابقى حلي. انا يا ابني مش ملحقه على كرشك. ماما لو سمحتي ما شفتيش المايو بتاعي؟ مايو؟ انت هتلبس مايو؟ شكلك هيبقى ويرد قوي. ويرد؟ بعرف الصبح مايو. يا عم انت رايح الكريزي ووتر ولا ايه؟ ليش يعني؟ وانت عايز ايه من المايو يا حسين؟ ما طول عمرك بتنزل البحر باللباس. انا بتكلم جد. وبتعرف تعوم يا عمي ولا نجيب لك الكتفات بتاعت يوسف؟ خلاص خلاص المسرحيه اللطيفه اللي انتوا بتقولوها دي بقالكم شويه ولا لسه في حكايات سخيفه تانية؟ فين المايو؟ حاضر يا اخوي. انزلي. لا لا انزلي انزلي. في ايه ولا مالك؟ في ايه؟ انت اللي في ايه؟ انا رحت الشركه قالوا لي انك مسافر. مسافر ازاي فهمني؟ بالعربيه. بالعربيه؟ طب والشغل المتالت اللي عندنا ده هنعمل فيه ايه؟ انت هتتحمل المسؤوليه امتى؟ انت عندك شركه على فكره، عندك شركه وعندك موظفين قاعدين على اعصابهم، والشركه بتمر باوقات عصيبه وانت مسافر، كفايه استهتار بقى. انت بتكلمني زي كده اصلا؟ انت عبيط. عندك حق يا مستر شوت. انا اسف. لا. انا اسف بس انا خايف على الشركه. انت لو سافرت دلوقتي من غير ما تمضي العقود الشركه هتروح. ام العهات ام العقود امضيها لك واخلص. ايوه كده. مات. انت عارف لولا ما انا عارف ان انت شايل الشغل في الشركه انا كان زماني رفدتك وريحت نفسي. انت من غيري ولا تسوى. قلت ايه؟ قلت نعم. ايه؟ قلت ايه؟ قلت انت من غيري صح؟ أيوة. قلت انت من غيري ولا تسلم ايدك. تسلم ايدك ايه ده؟ الامضه القمر دي هي دي اللي مطلعه عنينا ال2 مللي دي اللي مطلعه عنينا. ميرسي ميرسي. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ رايح يومين كده افك عن واحد صاحبي عادل ما انت عارف. ماله مستر عادل؟ مراته يا سيدي. وليا نكدية مش عارفة تعمل ايه عشان تنكد عليه. لا مراته ماتت. عشان تنكد عليه؟
شوف دماغهم يعملوا اي حاجه المهم ينكدوا اموت اموت بس انكد عليه يا ساتر يا رب. انت عبيط صح؟ انت عبيط مش طبيعي. مراته ماتت يعني توفت يعني الله يرحمها. اسف اسف البقاء لله. بالمناسبه صحيح انا بحاول اوصل لماهي اللي ماسكه مكتب سوما بيه علشان عايزها تجهز لي الفيلا فبتصل بيها تليفونها مقفول ما تعرفش اوصل لها ازاي. لا ما تقلقش نفسك انا هاجي معاك كده كده. ليه تسافر معايا؟ عشان نوصل لها. ما تعرفش توصل لها من هنا؟ لا اعرف بس شوف الصدفه شوف إيه؟ الصدفه سبحان الله. إيه؟ انا كنت هسيبك من هنا واطلع على موقف السوبر جيت من هنا اخد اي حاجه اروح سوما بيه. اوه بجد؟ والله العظيم استغفر الله العظيم. مش ممكن. اه والله. تحب بقى اجي معاك ولا تيجي معايا؟ براحتك اختار. تستهبل بتستهبل انا فاسك انا عارف انت عايز تيجي معايا سفلقه انا فاهمك يا مصطفى. انا فعلا عايز اطلع سفلقه بس اعذرني يا مستر شوقي انا نفسي اشوف البحر انا بقالي سنه من ساعه ما ترقيت ما خدتش يوم واحد اجازه وبعدين لازم ابقى جنبك برضه عشان لو احتجت منك مشوره امضى ما ادخش عليك. لا ما هو مش هينفع لان انا علشان اقنع عادل ان هو يجي معايا فانا فهمته ان انا تعبان وفي اواخر ايامي وكده فمش هيبقى شكلي لذيذ ابدا وانا في اواخر ايامي وقاعد بفكر في الشغل. خلاص نبقى نقول له اي حاجه يا مستر شوقي والنبي خدني معاك خدني معاك والنبي والنبي. يا حاجات تتكسر دي يا حاج حسين معاك اجهزه كهربائيه خلاطات صيني كاجو كاجو. مين الكوميديان اللطيف ده يا شهدي؟ ده مصطفى معايا معايا. شكرا انا ابنه على فكره. دل على السلام. قلبي معاك يا حبيبي. حبيبي يا عزيزي. معلش هو كده الغاليين بيروحوا وما بيفضلناش غير القرف. ربنا يكرم اصلك يا عزيزي. لا والله عدول بجد معلش الناس الطيبة بتروح بدري بدري الصبح. هي ماتت الصبح الساعة كام؟ خد يا حبيبي انت تعال. انا؟ نعم. حط دي في الشنطة. ما تحطها انت. ايه اللي الادب دي؟ ما تفترس سواقينا كزفت التراخة. هو شكله سواق فعلا بس هو موظف عنه. موظف ايه؟ انا مدير المكتب يا مستر شهد. ايه مدير المكتب يا؟ كنت مدير ايه قبل كده؟ كومودينو؟ ويا ترى قاعد في انهي درج في المكتب عشان لو حبينا نعوزك ولا حاجه. المفروض اجاوب على الاسئله دي ولا ايه؟ ايه العبس ده يا مستر شوقي؟ بس يا مصطفى خلاص ده في سن والدك. لا انا والدي دمه خفيف يا مستر شوقي. ولد ياد لم الليله يا ولد خد الشنطه يلا خش الدرج. درج ايه؟ لا اتنايل في العربيه. استنى يا ابني امسك دي. بس بقى بالكرمش ليه انت كمان؟ ما تديله 20 اديله 5 كمان. يلا يا اخوان يلا نركب ونتوكل على الله. يلا يلا استاذ ما تاخدناش الدرج. انت رايح فين؟ هات المفتاح انا اللي هسوق. بأمرت ايه؟ بأمرت انك بتمشي على قشر بيض وتوصلنا بعد بكره. عزوز اتنقل اقعد ورا. يلا ايه يا شوقي اقعد ورا فين؟ انا وعادل اللي ورا خده جنبك. وانا اقعد فين حضرتك؟ انا لا هقعد قدام ولا ورا انا اللي هسوق وانت جنبي يا حسين. وانا اقعد فين حضرتك؟ انا جاي معاكم على فكره مش جاي اودعكم. هي تركت ابوك مثلا هتغلط في ابويا اغلط في امك يا عربي. وين اللي على حجز يا اخوان؟ انا اللي هسوق. ايوه مش عايزين نتعبك يا عادل بس يا شهدي انا اللي هسوق خلينا نخلص من لعب العيال بتاعكم ده. لا بجد يا عادل شهدي عنده حق انت ممكن تسرح في عبير وتخش بينا في اي شهر. هات المفتاح يا شهدي. يلا 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 يا جماعه يلا يلا يلا. انت بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل ايه؟ اقعد قدام. ليه بأمرت ايه؟ اتفضل انا اللي هقعد قدام. انا ما اعرفش اقعد ورا لازم اقعد قدام. اتنيل اقعد ورا زي ما قلت لك. يلا. لا انا اللي هقعد قدام. ماشي اقعد قدامي اقعد قدامي. احنا مش عيال صغيره يا عزيزي عشان عزيزي عايزك تعمل ايه؟ تعالى عايزك بعيد بعدين عن بعيد عن عادل. تعالى اقول لك العبها جامده. الله الله يا شهدي الله الله. اركب يلا عيال تافهه تافهه فعلا عشان عايزين نركب قدام صح؟ انت سايب درجك ورايح فين؟ ايوه اقعد فين؟ ايه ده؟ لا 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 استنى 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 استاذ يا جماعه ثانيه واحده. مستر شهدي اقعد فين؟ يا مستر شهدي مستر شهدي اقعد فين؟ انت قلت لي ان هي جايه معاك يا مستر شهدي. محتار انا ويا البنات الساحره الفاتنات محتار اخبي في قلبي ولا هو يا جماعه الاغنيه اللي انتوا بتسمعوها دي؟ دي بقى مصطفى اغنيتنا اغنيه جيلنا دي عامله كده زي بنت الجيران عندكم. ايه ده؟ يعني دي كانت ترند عندكم؟ كانت ترند ما زالت ترند ما زالت. مصطفى هات لي ميه من الايس بوكس اللي عندك. حاضر مستر شوقي. مصطفى من فضلك شوف الايس بوكس كده فيه كولا دايت. لمين كولا دايت؟ هيكون لمين يعني؟ لامي ليا انا طبعا. ليك ازاي يعني؟ يعني انت قررت النهارده تعمل دايت ولا الدكتور بتاعك قالك عك براحتك بس كولا دايت؟ ايه عك دي؟ انت قليل الادب مصطفى. ايه يا حاج؟
من فضلك اعمل لي كوبايه شاي يا ابني، هتلاقي عندك بكو شاي فيه شاي وسكر طعم من الطرف كده عشان مش هتلاقي معلقه وكوب كده يا كابتن. انت بتعشم فيا ليه قوي كده يا حاج حسين؟ اعمل شاي ازاي وانا قاعد في الزنقه دي؟ ما انت قدامكم يا جماعه حته فاضيه ممكن تعملوا نصب شاي اصلا. ده عادي ان يعلي صوته يعني؟ وطوا صوتكم يا جماعه، وطوا صوتكم، بحاول ابعت رساله لماهي، تليفونها مقفول. فين الميه يا مصطفى؟ حاضر يا مستر شهد، انا لوحدي في المطبخ ومحدش بيساعدني. ام صباح حلم كل الشباب. معلش يا جماعه انا اسف، بس في السؤال، انتوا كنتوا عاملين في الحيطه خرم علشان تبصوا على الشغاله منه؟ ايوه. كنا اطفال يا مصطفى، 20 21 سنه كده. 21 اطفال ازاي؟ أيوة. على ايامنا كان 21 سنه طفل عادي. ورور كده، وكان اهم الوراور اللي فينا هذا الاستاذ الذي يقود السياره. كان بيقوم الصبح من الفجر يروح يبات عند الاستاذ شادي ويلبس ورا الشباك معلم، كان معلم النضاره المعظمه بتاعت ابوك. العائل بتاعنا الراسي. فاكر فاكر يا عادل؟ انا حافظ عادل. عادل معلش يا اخوانا مش مركز معاكم، بس ما تشغلوا لنا حاجه الراديو يا جماعه، دي رحله طويله احنا. ايه حلوة؟ سبني وراح يا هوا، كل جراح من الهوا، سبني تعبت وارتاح، ارتاح يا هوا. شكلها تبقى رحلة زي الفل إن شاء الله. أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة يعني. خدوا بالكم من اتجاه الريح يا أخوانا عشان ما يحصلش ارتجاع. والله وكبرت يا شهدي وشفتك وأنت بتعمل بيبي زي الرجالة. والله انا اللي مستغرب انت ازاي بتعملي بيبي وانت واقفه يا هناء. طب اتلم يا شهدي بدل ما اجي ابدك قلم وانت عارف. لا 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 لا، انت لازم تتكسف من اسمك. عادل من فضلك يا ريتني سك على الموضوع ده بجد. معلش يا جماعه انا بس كان عندي مشكله دايما مش بفهم الهزار بتاع اصحاب ابويا. وانت اسمك عزايزي ولا اسمك هناء؟ اسم الاستاذ هناء العزايزي. لو مراته اسمها شيرين. يعني هناء وشيرين. شهدي تلاتة بالله العظيم، لما تلميت وقفلت الموضوع ده أركد عليكم وارجع. أنا مش فاهم أنت بتنرفز ليه؟ الراجل بيفهمه يا هناء، قصدي عزايزي. حتى أنت عادل بتتري عليا وتهزر؟ طب يا أخي المفروض تبقى مكتئب دلوقتي حتى عشان حالة الوفاة اللي أنت فيها. أنت حمار يا ابني، ما أنت السبب. بس خلاص ما تضايقش نفسك، اسم هناء ده اسم جميل جدا ومنتشر على فكرة. شاكر يا سيدي. أنا أول واحدة صاحبتها كان اسمها هناء برضه، بس هي كانت أقصر شوية. عاجبكم كده؟ خليته عيل ما يسواش يهزر معايا ده كده يا مدام يا استاذ هناء. بس خلاص 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 مصور، اتفضل يلا يلا يا حسين. يلا يا حسين، انت بتجيب المايه دي كلها منين يا حسين؟ صحيح هو انت بتعمل بيبي ولا بتستحمى؟ انا شايف شاور جل كتير قوي يا زيزو. اركب اركب. لا 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 مش هينفع، استنى بقى حسام. يا ابني يا ابني يا ابني مش هينفع. ازيك يا ياسر؟ خدامك عصام يا فندم. عصام ما هي فين يا عصام؟ معرفش ولا يا فندم.
طيب بقول لك ايه، نزل الشنط وباخد العربيه فولها. انا يا مستر شهدي. ونزل مصطفى مع الشنط. حضرت. يا عصام اتفضلوا اتفضلوا. طبعا هتلاقوها مطربه شويه لان بقالي زمن ما جتش زي ما قلت لكم. تبقى فعلا مطربه، بس ده لا يمنع ان احنا هنعمل ويك اند لذيذ فاجر. ايه ده؟ ولا شهد انت مش قلت لي ان امك ماتت؟ اه. مش دي طنط الله يرحمها؟ لا دي مش ماما الله يرحمها. طب انت متاكد من العنوان انها تكون مش فيلتك؟ مش فيلتي ايه يا حيوان؟ ما انا فاتح قصادك بالمفتاح. يمكن مش مفتاحك. ما المفتاح مين؟ مفتاح الفيلا. زيزو زيزو ما تشلنيش بقى. في ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، مين دول؟ يا شهدي انت واخد الفيلا شركه ولا ايه؟ شركه ايه يا عادل؟ انا مش فاهم حاجه. الناس دي بتعمل ايه في الميه؟ يا ياسر. عصام يا مستر شهد. يا نهار اسود، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ودول نايمين على الارض ليه كده؟ مش عارف. في ايه يا جماعه؟ صباح الخير، اهلا بكم في مركز مسعود احتواء بلا حدود. عندنا رعايه كامله شامله يا فندم، عندنا كمان رعايه مسنين من قبل احسن اطباء في رعايه امراض الشيخوخه يا فندم، زي مثلا خشونه المفاصل، الزهايمر، شلل الرعاش، سلس البول. البرانس للاساتذه. برانس. عندنا كمان مساج بينتهي بس اقفلي بوقك ده خالص. فين ماهي؟ ماهي ايه ده؟ حضرتك عارف استاذه ماهي الاونر؟ لا حضرتك هي مش موجوده. ثانيه، حضرتك الاستاذ مسعود والدها؟ لا ده الاستاذ شهدي عمتها. بس يا زيزو بقى مش وقته، هي في انهي داهيه؟ هي في المارينا يا فندم. حضرتك عارف مكتب شهدي للسياحه؟ عارفه. هي بقى قفلته وعملته مركز مسعود لليوجا. ليلتها طين. انا هطين عشان لا 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 يبقى انا جاي معاك. انت تعال. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك كنت بتقولي المساج ينتهي بقى، وبعدين شهدي قطعك، ينتهي بايه بقى؟ ساونا وجاكوزي، ولا انتوا فهمتوا ايه؟ انا مش فاهمه. لا انا فهمت جاكوزي وساونا، العكس يعني. مش كده يا حسين؟ طبعا يا زيزو احنا زمان اللي بنبحث عن النهايات السعيده. خدي بالريق. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه ده؟ استنى بس يا شهدي، انت كده هتموت ناقص عمرك. مش ممكن. فين العربيه؟ يا ياسر اسمه عصام بقى. يا عصام فين العربيه؟ انت مش قلت يروح يمونها؟ اه يا ابن انت تعالى. امر يا باشا. وصلنا. ايوه بس مش مقامكم يعني يا باشا. وانت مال اهلك؟ وصلنا. يا شهدي انا بقول نستنى العربيه احسن. مش قادر يا عادل، مش قادر. صلي حاجه، حركه مش لذيذه خالص. على مهلك على مهلك على مهلك. ما تطلع يا ابني. اطلع فين يا باشا؟ اطلع بينا. ايوه اطلع فين؟ مكتب شهدي للسياحه. عارفه؟ قصدك مركز مسعود لليوجا. هو بقى معروف قوي جدا. دي بنت زباله يا عادل، بنت زباله. معلش معلش حاجه. يلا يلا نستنى العربيه احسن. هو فيها يا باشمهندس؟ انت واخد الجماعه ورايحين فين؟ في ايه؟ ولادي وبفسحهم. بعدين مش قالك انت مال اهلك؟ ايوه صح ده باص. استنى العربيه احسن يا شهدي. مره كمان هناخد مع بعض نفس عميق وايدينا لفوق والناحيه التانيه. ماهي عايزك. أكيد. عايزك بدل ما هزقك قدام الناس. طيب كملوا انتوا بليز، اعملوا نفس اللي احنا عملناه ده مرة كمان. صباح الخير، ازيك يا مستر شهدي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ده انا هحبسك على اللي انت عملتيه ده. ليه ليه يا مستر شهدي؟ انا عملت ايه؟ انت هتحبسني يعني عشان انا مشغله لك الدنيا هنا؟ مشغله لي انا؟ امال ايه مسعود يوجا ده؟ لا ده تجديد بسيط بس يعني عشان حسيت الاسم بس كرييتيف اكتر كده. طب والفيلا؟ هو انت رحت الفيلا؟ قصدك دار المسنين؟ لا لا يا مستر شهدي، هو مش دار مسنين، ده هيلينج سنتر. اوه. وبعدين على فكره قلت المكتب بتاعت حضرتك زي ما انت سبتها، ما تلمستش، انا بس استغليت بقيه المساحه. ثانك يو، ميرسي قوي ان انت سبتيلي اوضه المكتب مقفوله. يا اهدى اهدى يا شهدي يا بنتي، انا بحاول اساعدك، انا طول السكه بحاول اهديه، وانت مش معقوله ردودك مستفزه قوي.
بص يا بنتي، من دلوقتي تطلعي الناس دي من الفيلا حالا النهارده. انا مش هينفع اعمل كده مستر شوقي، اصل الناس دول جايين تبع شركه سياحه، فانا لو مشيتهم هم هيحبسوني. وانت لو ما مشيتهمش انا هحبسك. بس ما هي ما غلطتش يا مستر شهد، قصدي يعني ان ما هي عملت اللي انت علمته لنا. انا علمتكم تنصبوا على الناس؟ لا، علمتنا ان احنا نفكر برا الصندوق، علمتنا ان احنا ما نبطلش شغل، علمتنا ان لما السياحه تبقى مريحه احنا ما نريحش. بالظبط بالظبط. مسي دريان، وعلمنا ايه كمان يا ماهي عشان انا نسيت؟ علمنا نسامح وننسى امبارح، وعلمنا نفكر اكتر في ايامنا اللي جايه. سامحني بقى يا مستر شهدي، سامحني يا شهدي، يا شهدي خلاص يا شهدي. وبعدين يا مستر شهدي ما تنساش ان ماهي دي كانت اجمل واحده، اشطر واحده عندنا في الشركه. انا نفسي كنت بقول للموظفين ماهي دي اشطر واحده فينا، انت اصلا بعتها هنا عشان تمشي لك الشغل، وهي ممشيه لك الشغل اهو. خلاص بقى يا شهدي ما تشغلش بالك، انت كلها كام يوم وهتقول للدنيا مع السلامه يعني. فيله ايه دي اللي هتزعل عليها يا راجل؟ يا راجل بلا قرف. الله يفتح عليك يا شيخ، ده انا كنت ناسي الموضوع ده. بص يا بنتي، انا لولا ما معايا ضيوف انا كان زماني عملت معاكي مشكله كبيره. بعد اذنك خلصي اللي بتعمليه ده وتعالي لي علشان اعرف اهزقك على مزاج. يمكن هو ايه اللي انتوا كنتوا بتقولوه ده؟ شهدي بيفنيخ؟ بس تصدق يا دولا، البنت حلوت قوي، ما كانتش كده خالص. الظاهر القعده جنب البحر واليود بيعملوا حاجه لذيذه فجره جدا. ده اللي انت فالح فيه. لنا بقى تبقى هنركب ايه؟ تعالى يا ابني تعالى. ايه ده؟ انت تاني؟ خدمك هدهد الاسيوطي. هو انت مش كنت بتريسيكل من شويه؟ ما حضرتك انا لما بخلص شيفت السوبر ماركت بطلع سفاري، تيجوا معايا؟ اطلع يا ابني اطلع. على فين يا باشا؟ اطلع بينا. ايوه على فين؟ مكان مدينه. اطلع. طب ليه ما كلمتنيش؟ طيب اديني يعني فرصه الحق اظبط الدنيا قبل ما هو يجي. انت يعني كنت بتردي على تليفوناتي قوي؟ يوه يا مصطفى، هو انت لسه اللي فات مات يا عم بقى؟ لا انا مش قصدي على اللي فات، انا قصدي يعني النهارده كلمتك كتير وتليفوني كان مقفول. اه انا تليفوني فعلا بايظ وهستلمه النهارده بالليل، حظي بقى. هو انت اصلا ايه اللي جابك؟ اللي جابني صدفة كده، قلت رحت اخد منه اوراق في القاهرة، فقال لي مصطفى ابن حلال انت لازم تيجي معايا سوما بيه. قلت له مش هينفع يا مستر شهد انا عندي شغل. قال لي لا لا لا، انت لازم تبقى معايا علشان تتابعني باللي بيحصل اول باول. قلت له طيب ماشي هاجي خلاص بقى. ما شاء الله شكلك طورت قوي. انت كمان اتدورتي قوي، اتطورتي قوي، اتطورت يعني اليوجا ومسعود بيه اللي انت عاملاه ده. طيب على العموم انا لازم ارجع الكلاس بتاعي، ف نشوفك بقى بعدين. ماشي انا هستناكي بالليل في الفيلا علشان تيجي لشهدي يهزقك زي ما اتفقت. اتفقتوا؟ باي باي مصطفى. باي. ثانية واحدة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. حاجة ولا ايه؟ طبعا أنا ما كنتش متوقع إن احنا كلنا هنبات مع بعض في أوضة واحدة، وخصوصا الأوضة دي، فبعد إذنكم من أولها كده نبقى لزاز ومش عايز أي تريقة، أوكي؟ تريقة يا شهدي؟ والفقر عيب. مثلا بعدين دش انت عشرة عمر باف قديمة يعني، وحصرت السيف واسعة. خش ولا يهمك، خش يا جدع. يا شهدي انا مش عايز تنرفز نفسك، انت راجل عيان وبتموت. بعدين مكتب، مكتب مش فيه كنب؟ اوضة مكتب خلاص اكيد فيها كنب. يلا بقى اتفضل. اتفضل. ايه شهدي القرف ده؟ انت سادي يالا؟ انا عارف الطريقه هتشتغل. اتفضل يا اخوي اتفضل، عايز تقول حاجه انت كمان قول. لا انا وعدتك انا مش هتريق، انا هضحك بس. قول لنا شهده. ايوه. بتتبسط على كده لما بتتكلبش؟ لا مش انا اللي بتكلبش يا حسين. امال مين؟ محدش بيتكلبش يا حسين، ده مجرد ديكور يعني، حاله جو، امبيانس. امبيانس شهدي، وده كمان امبيانس. لا يا عزيزي ده بيمسكوا فيه عشان المطبات زي المترو. اعذرني يا عادل يا اخويا، اصل انا اخر مره شفت عمود زي دوت كان في الافلام الالماني اللي الباشا كان بيترجمها لنا، فاكرها بتاعت اي ياه. ما ده اخرك، ما ده اخرك. اي ياه افلام الماني
انزل يا ادمن على العمود ده. انا يا حضرتك عارف العمود ده مكلفني كام. خلاص يا شهدي مش هنضيعه يا عميد، عايزين نشوف هننام ازاي. بص بقول لكم ايه، الكرسي ده بيتفرد كنبه حلو قوي. الكرسي ده يفصني معلش يا عادل يا اخويا، انا مش متعود انام جنب حد. انتوا بقى تشقلبوا براحتكم، ان هو تناموا دايرين داير وقفوا حد جون شوطوا عليه براحتكم، بس الكرسي ده يخصني. الله بصحيح على شهدي، البتاع دوت كان عندي زيه في البيت، كان له مسمار كده عشان ما يتقفلش. ايوه صح فعلا، له مسمار كده عشان ما يتقفلش. فين بقى؟ دور عليه. فين المسمار؟ دور عليه. السلام عليكم. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، ايه الاوضه دي يا مستر شهدي؟ دي بتبص على النار دي ولا ايه؟ مصطفى اقسم بالله لو حد في الشركه خد خبر بالاوضه دي وخصوصا العمود ده، انا مش هرفدك، انا هحبسك. مفهوم؟ ما تقلقش يا مستر شهدي ما تقلقش. بس انت بتعمل ايه هنا بالظبط؟ بتصور 50 شيدز اوف شهدي ولا ايه؟ يا جماعه هننام فين؟ انا بسقط خلاص. انا هنام على الكنبه دي. بس يا بابا الكلمه دي تخصني. واضح ان انتوا مش عاملين حسابي في النومه ديت. ماشي انا هاخد اللحاف ده وانزل اتزنق في اي حته بقى. الله الله. ولد خد هنا. خد هنا. عيب عيب، انت من سني يا ابني عشان تهزر معايا؟ انا اسف. ارمي اللحاف. اكبر للناس. بص يا ابني استاذن تاخد عينيا الاثنين. طيب استاذنك ممكن اخد اللحاف؟ لا. عزيزي عزيزي قاعد دماغك عشان تنام كويس. قاعد دماغك. المسمار يا شهدي، مسمار السرير يا شهدي. انت عايز المسمار؟ ثبت ايدك. المسمار هات ده 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 ظهري ده ظهري عادل. هات ايدك تاني عشان احط لك المسمار التاني. المسمار التاني. شكرا. ايوه حط المسمارين بقى كده جنب بعض. ده المسمار؟ نعم يا حبيبي بقى. شكرا عادل. شكرا عادل. أنام فين طيب؟ أنام فين أنا؟ إيه ده؟ اخذ الشيطان يا حاج، اخذ الشيطان. بتعمل إيه؟ كاتشوا بدرو مازل أهو أنت؟ أنا إيه بقيت ملطشت العواجيز ولا إيه؟ هاي زيكو. بيعمل إيه ده؟ شكرا. Thank you. شكرا مع السلامة. مصطفى مصطفى ماهي ايه ده؟ معلش ما شفتكيش. هاي ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. ايه شهدي نايم خلاص ولا ايه؟ كلهم ناموا. لسه قافش؟ هو انا كنت قافش بس لما شفتك خلاص. ايه ده؟ انا بتكلم على شهدي. شهدي لسه قافش. مفقوس قوي. بس ما تقلقيش يعني، تعالي الصبح قولي له اي كلمتين وهو يعديها. ما انا هعمل كده. انا بصراحه يعني كنت عايزه اشكرك قوي على الكلمتين اللي انت قلتهم الصبح يا ستي. عد الجمال. لا بجد يعني فعلا انت شخص جدع قوي. ما بلاش الكلمه دي والنبي. انت اخر مره قلت لي الكلمه دي بعدها بيومين بالظبط قبلتي اوفر انك تيجي هنا، قلت لي معلش يا مصطفى انا عايز ابني مستقبلي الاول، ومن ساعتها ما شفتكيش. انت لسه فاكر؟ فاكر؟ لا مش فاكر قوي الصراحه يعني. الكلام ده كان من 4 سنين تقريبا. لا كان السنه اللي فاتت. ايه ده؟ ايوه صح صح، ما انا اترقيت بعدها على طول وبقيت دراع شهدي اليمين. صح السنه اللي فاتت فعلا. طب انت كنت جاي عشان شهدي صح؟ روحي بقى وتعالي الصبح. ايه يا ابني الغشوميه دي؟ ماشي. طب ممكن اسالك حاجه طيب قبل ما امشي؟ اسالي. انت بجد جاي هنا صدفه زي ما انت قلت عشان ما ينفعش تسيب شغلي وكده ولا؟ امال يعني هسيب شغلي واجي هنا عشان ايه؟
طيب باي باي. عشان حمار غبية غبية ويدي. ايه انت لسه ما نمتش؟ وحد يعرف ينام الناموس ده؟ اه لما كنت تخرج تتمشى مع اللي اسمها ايه اللي كانت معاك من شويه. ايه ده انت كنت شايفني ولا ايه؟ اه وبصراحه كنت سامعكم. سمعت كل حاجه؟ كنت قليل الذوق قوي، كنت جليات اخر حاجه. ايه يا استاذ عادل؟ اه والله يا ابني انت مش جاي من مصر علشانها؟ امال بتصدها ليه؟ عشان بتعصبني، بتعصبني يا استاذ عادل، عارفه ان انا عايزها وجاي علشانها وعماله تلف وتدور عليا، واديك شفت وسمعت كل حاجه، انا بحاول المح لك. تلمح ايه ده انت حمار؟ لا انا هسيبك وامشي بقى. اقعد يا ولد. هم كلهم كده يا مصطفى. عايزين اللي يحسسهم انه بيحبوهم. ما يقدرش يعيش من غيرهم. اه. طيب ما هي لو توافق تبقى معايا انا هحسسها بالكلام ده كل شويه. انت مش معاها ليه؟ عشان شعرها بيقلب كستنائي في الشمس. في ايه يا استاذ عادل؟ ما تركز معايا كده شويه. مش معايا عشان انا مش من اولوياتها، مش شايفاني خالص، حطاني بلان بي بعد شغلها ومستقبلها. ده نسيه كده. انت كده اف يا حبيبي. اف؟ ايوه انت السبب يا مصطفى، انت السبب. انت اللي المفروض توريها نفسك. هي لو كانت ما عندهاش مانع من الاساس يبقى تحاول تاني وتالت ورابع. انت مش خسران حاجة يا عبيط. والله انت صح، انا فعلا مش خسران حاجة. صح. يلا بقى قوم رايح جوه عشان الناموس وبحكي لي على كل حاجة. انا جنبك. انا مكانك فوق؟ لا فوق انت اتجننت؟ فوق ده للكبار فقط. انت تشوف اي كنبة تحت تخمد عليها. كنبة؟ يلا بسرعة بسرعة. ايه ده انت لسه ما نطتش؟ يا صبرك. حقك. ممكن اعرف مين السخيف ابن الظريفه اللي عمل فيا كده؟ ايه يا شهدي الهزار التقيل ده؟ شهدي شهدي ايه؟ وانا مالي يا عم؟ تلاقيه بيمشي وهو نايم وبيعمل حاجات غريبه. كفايه استظراف وفكني عشان عايز اخش الحمام. طب ما تخش الحمام كده، والله لذيذه. شهدي اقسم بالله عاملها معاك. يا ابني انت متكلبش حرام عليك. طب هات بوسه وانا افك. اديله. عايز نبوسك فين؟ سيبني افكر ساعه كده وارد عليك. شهدي اتلمع الصبح، مش كفايه كرسي الزفت اللي انت منيمني عليه؟ ظهري اتقطم يا اخي. عشان انت اناني واول ما دخلت قفشت في امه. اه طلعت اوسخ نومه. طب لو سمحت كفايه هزار، وفين المسمار بتاع الكرسي ده؟ يا ابني قلت لك ما اعرفش المسمار فين، وقايل لك 100 مره من يوم ما جينا ان انا بقالي زمن ما جيتش. صباح الخير مستر شهدي. اهلا يا ماهي. اوبا. آه هي دي ماهي يالا اللي ضحكت عليك وقلبتك في الفيلا والمكتب؟ لا حلو. شفتي؟ بسببك خليتي واحد مراكبي معفن يتريق عليا. عاجبك كده اللي انت عملتيه؟ شهدي لا تفتكر ان الكلام جد. ست غريبة عيب. صباح الخير. اقدم لك نفسي. القبطان هناء العزايزي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو في ايه؟ في ايه؟ اه قصدك ده؟ لا ابدا، اصل انا كان دراعي مجبس وبعدين فكيته، وبعد ما فكيته لقيت نفسي تعبان قوي، رحت للدكتور كتب لي على دول ريحوني قوي. ينفع تفكيني؟ انا جيت لحضرتك امبارح بالليل بس مصطفى قال لي ان انت كنت نمت. هو فين مصطفى اصلا؟ طبعا لازم تسالي على مصطفى علشان يحامي عنك، لكن حضرتك غلطت يا هانم ولازم هتاخدي جزائك. طيب ممكن استاذنك في كلمه على جنب بليز؟ اه طبعا يا روح اتفضلي. طب والله ما انا فكك بس يا اتفضلي. ما هي لازم تبقي عارفه ان اللي عملتيه. بس بليز قبل ما تقول اي حاجه اتفضل. ايه ده؟ 15,467 دولار. بتوع ايه دول؟ نسبتك من الشغل. انا اعتبرتك شريك فدول 50%. ما هي انت عارفه انا بحط بنزين في عربيتي بكام؟ والله تلاقيك انت كمان مش عارف. انت بتخش البنزينه بتقول لهم فاول وخلاص. صح؟ صح مظبوط. طب ايه بقى مسامحني؟ اوكي بس انت يعني ما كنتيش كده خالص. يعني انا لو اعرف ان قعدتك هنا هتخليكي كده كنت جيت من زمان. هتخليني ايه يا فندم؟ شاطر
تعالي يا تعالي تعالي افطري معانا بقى يا ماهي. ميرسي يا مستر شرطي، بس انا كلاس اليوجا بتاعي هيبدا كمان ساعه، فيا دوب بقى اطير. طيب يا ستي ماشي. طيب بس اذنك تجهزي لي المركب بتاعتي علشان عايز افسح العيال دي بكره. بكره؟ ماهي انت بعتي المركب؟ لا طبعا لا طبعا. بصي يا مستر شرطي ما اقدرش اعمل كده فيك ابدا طبعا. لا هو بس الجروب السويدي راجع بالمركب يوم 28، بعد كده اعتبرها بتاعتك. ما هي بتاعتي اصلا يا شيخ. انا عارف. سوري سوري والله. انا اعمل فيك ايه يا شيبه انت؟ مش هعمل كده. ماشي جهزي لنا مركب احلى مركب لاحلى مستر شوتي. يلا بيت اجري يلا يلا الحق اللي وراك. تاخرتش يا سلام. لطيفه ماهي شكلها بنت حلال. اللي قولي يا عزيزي يا هي من سن بنتك سارة مش كده؟ لا 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 سارة أكبر بكتير. انت شفت سليم ابن سارة؟ لا من دورها كده. حسين فين يا جماعة كده هنتأخر؟ هنتأخر عن ايه؟ هيلموا البحر؟ ايه ده؟ هاي جايز يلا بينا انا حصايب. صباح الخير. ايه في؟ هو انت جاي تقولي صباح الخير ولا؟ وبعدين ايه اللي انت لابسه ده يا مصطفى؟ من امتى يعني وانت بتلبس كده؟ انا تعود اشوفك ببدله دايما. هو ده بقى الجانب الكول بتاع مصطفى. طب هو انت جاي توريني البس الطقم الجديد ولا انت هتقول حاجه ولا؟ طقم ايه في ايه ماهي؟ هو قبل اي حاجه انا جاي اقولك يعني اني كدبت عليك امبارح. انا ما جيتش صدفه ولا حاجه، بالعكس انا اصلا اول لما جت فرصه اني اشوفك تاني ما قدرتش امسك نفسي، سبت كل حاجه وجيت. بعدين اول لما شفتك بقى نسيت كل الزعل ونسيت اللي انت عملتيه فيا. بعدين قلت لنفسي يعني ما ربنا بيغير الاحوال، يعني ليه ما نفتحش موضوعنا تاني وتفكري تاني. بعدين بصراحه انا جاي اقول لك اني ما نسيتش، مع اني حاولت جامد بس ما قدرتش انساك. ويعني تحديدا لما انت مشيتي من الشركه بقت تجيني كده يعني، ومش على طول يعني، بس تجيني كده اللي هو ما تروح وبتفكر يعني بقت يعني خد انا همشي. لا استنى استنى بس كمل، بس كمل الكلمتين اللي انت بتقولها. كلمتين ايه؟ انا ما كنتش عامل حسابي اصلا اقول كل الكلام ده. انا في دماغي ان انت اول لما تشوفيني بالطقم دوت هتاخديني بالحضن ونخلص. بقول لك ايه رايك نتعشى سوا النهارده واكون انا هديت ورتبت افكاري ونتكلم براحتنا؟ للاسف مش هينفع. انا همشي. استنى. طيب انا اصلا كنت عامل حسابي يعني انا ما صدمتش ولا حاجه. طب ممكن تستنى اصلا كلكم صنف واحد يا بني ادم. استنى اسمع، انا النهارده عندي شغل، عندي شغل النهارده. يعني بكره ينفع؟ ايوه ينفع بكره. اوكي ماشي تمام، بس يبقى غدا وعشا. الغدا عليا والعشا عليك. لا معلش مفيش الكلام ده، قولي عليا بقى راجعي دقه قديمه ما يفرقش معايا. الغدا عليا والعشا عليك. عشا ايه اللي هحاسب عليا؟ حاسب على زبادي؟ يلا باي. اوبا اوبا يا ما نفسي فيك يا تمر، بس النخله عالي يعني. يا امه انت لابد مين؟
لازم اكون موجود في الميتنج. بليز بليز. بس يا جماعه ما تبصوش قوي كده علشان الولد اللي وقفت معاه ده ما ياخدش باله. اعملوا نفسكم سرحانين في البحر والمحو بطرف عينيك. فكره نميسه كده. ده بطرف عينيك يا سحس. انا مش لابس نظاره شمس زيكم. ليه سؤال يا جماعه؟ هي البنات حلوه كده بسبب المكياج ولا بسبب اللبس؟ يعني انت مراتك لو لبست نفس اللبس وحطت نفس المكياج هيبقى شكلها كده؟ هتجيب لها الشتيمه. Play with me. لا لا لازم. شوف الوسخ ساب الاربيجي ومشي. ولد ما عندوش دم. خيبه. سابها للي يقدرها. فين؟ ايه ده وزوز. هيعمل ايه ابن المجنونه ده؟ هيعمل ايه يعني؟ هيشقطها. اوبا. هو مين اللي يشقطها بلغض امه ده؟ اراهنكم على 800 جنيه هتهزقوا. الله طب انت فيلهم الالف. كتير يا دوله. ما يسويش. وعوده الى مباريات الزمن القديم. تقدم الان لاعبنا الكبير اللي راجع من بره. ودي فتره جس النبض يا جماعه. الماتش النهارده بومه خطير. الصاروخ وقف قدام منه مسك الكره. الله الله جس النبض عدى. الصاروخ خد منه الكره ابتسموا وبدلوا مع بعض للمضارب. الله الله قرب يوسف قرب يوسف قرب يوسف. الله فعلها وسقطها. الالف جنيه اولا هما 800، ثانيا انا بطالب بتقنيه الفار. حقك. الاخبار يا عالمي؟ مش هنزل الجيم الجاي ولا ايه؟ ده بعينك. على فكره انا صاحب شهدي. الروح بالروح. بتعملي ايه؟ تلعب. تلعب مع مين؟ انت عارفيهم؟ وانت بتبص على ايه؟ على الماتش. اصله سخن قوي ومولع قوي. وايه ده اللي سخن مولع؟ انتوا كمان هتتصرفوا؟ لا لا بس 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 اعرف بس انت بتتكلم ازاي وبتتكلم مع مين. هتكون مين يعني؟ شكلك راجل كبير ومش هيعمل بهدله. تبهدل مين؟ انت مجنون؟ ايه؟ ولا انت فرحان بالكام عضله اللي انت لفخهم لي؟ لا اعقله فوق بدل ما اوريك وش عمرك ما شفته. طب ايدك جنبك بقى يا حاج عشان ما ازقكش. ايه؟ اوعى تقلع التيشيرت عادي لابوس ايدك انا متبهدل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين مدير المكان؟ خدها ومشي. وعلى ايه مدير المكان؟ انا الكفيل بيه. ايه ده عادل بس هتعمل ايه يا اخي؟ ده بيخوفنا بعضلاته حسين. الله ده انا بدرب بوكس من قبل ما يتولد. ما تفرضش بس يا عادل لان الكلام مش لايق على جسمك. مش بالجسم يا شهدي. امال بايه يا دوله؟ بعدين يا عزيزي الحقوا الحقوا الغضروف اللي كان واقف معانا جايب غضاريف كتير وجايين علينا ليله سودا الظهر. قلت ايه يا دودو مكمل ولا ايه؟ لا انا هسيبه للايام تربيه. طب يلا بينا. يلا يلا. خد يا جدو. فين يا شهدي المسمار بتاع ام الكنبه دي؟ انا رقبتي هتتقطم. امسك نفسك شويه، ما انا بعت اجيب لك مسكن من الصيدليه. ما تبس يا عزوز بقى. ايه صدعتنا. ايه يا شهدي الواد بيتألم. الله ما تمسك نفسك بقى شويه، مش معقول كده وانت استعجل لنا صيدليه. خلينا نخلص. استنوا بس بجيب نمر الديلر بيقولوا لي معاه حاجه لذيذه فجره جدا. انت ايه يا بني ادم؟ انت استقن بالنهار خمره وبالليل حشيش؟ بقول لي بعد كده نوقت بنات. سلامتك يا زيزو. شادي الدواء جه. محدش يتحرك من النهارده. انا اللي هعمل كل حاجه. انا اللي هاكنس وامسح واطبخ، بس انت تفضل قاعد مرتاح كده اهوت عشان اللي في رقبتك. ما قلتليش انت عايز ولد ولا بنت؟ وانا حامل. احسن امشي. امشي بس احنا خالصين على فكره كده. امشي. سلامتك. الف لا باس على ما اصابكم يا باشا. الله يخليك. ايه ده هدهد؟ انت يا ابني سواق ولا شغال في صيدليه ولا ايه حكايتك بالظبط؟ سبع صنايع والبخت ضايع بيه. المهم الواحد ياكل لقمته بشرف. الله عليك يا هدهد، انت نموذج للشباب. المكان هات المسكن. ايوه حاضر هديهم المسكن وحاسبك. عاد تعرف بتاع الفريسكا حبيبي؟ تخلص يا رب خير. الو يا مين معايا؟ سليم بن نقلي ادالي رقمك وقال لي ان انت معاك حاجه حلوه. يا باشا اجيلك فين؟ تعرف دار مسعود؟ ايه اللي عارفها ده؟ انا فيها. فيها فيها فين؟ انا موجود اهو يا راجل. ايه ده شهدي بيه؟ وديلر كمان يا هدهد وفي بيتي؟ ده انا هحبسك. ليه بس يا شهدي بيه؟ ده انا حبيبك. طلع يلا الحاجه اللي معاك. حاضر. لا عادل
البرهم دوت بيلسع اللي انت حطه المسكن ما عملش حاجه، شيله عادي مش قادر. يا عزيزي يا حبيبي انت لسه واخد المسكن، يعني لسه ما عملش مفعول. ايوه. وبعدين المرهم ده ساحر اهو. انا اسف يا عزيزي. في عادي، انا نسيت جبت مرهم الفتاء بدل مرهم الالتواء، اصل الاتنين لون واحد. معلش جبت لي الفتاء بعد الالتواء. طب على العموم براحتكم انتوا، انا تعبان هروح. تعبان ايه يا عزيزي؟ في ايه؟ شادر. عموما انا كنت جايبكوا يعني علشان اعمل لكم رحله لذيذه فجره جدا، ودينا وصلنا يعني. لا لا مش عايز. خلاص سلام يا عزيز. هاي هاي شوقي يا خراشي. يلا يا عزيز طير انت. هو ايه اللي طير انت؟ لا تراجع ولا استسلام، امسك هلا. يا خراب. يلا يا مراكب يا معفن. يا ابني تعالى ما تخافش. انا مش خاف من اليخت. ويلكم الى عروسة البحر يخت. انت بتهبب ايه هنا يا هدو؟ انا سواق اليخت يا مستر شوقي. يا ابني هو ما فيش سواقين في البلد دي غيرك. اللي معاه ربنا يمشي على المية. يلا يلا يا عاد. لا 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 انا مش جاي معاكم، ما تتحيلش حقيقة. انا مش جاي، انا هروح اقعد في الفيلا. انا خلاص وانا هقعد معاك. يا عم اطلعوا انتوا تبسطوا مع ال اتبسطوا انتوا. ما بلاش يا عادل كلام الامهات ده، روحوا انتوا يا اولاد انبسطوا والعبوا عقبال ما احضر لكم الغداء. يلا بينا. خلاص وانا هقعد معاك، مش هطلع. يلا باي باي شوقي. يا لهوي شفت عادل؟ ما تفك بقى يا عادل. ما انا فاكك اهو. لا مش فاكك يا عادل، مش فاكك. مش ده عادل اللي احنا نعرفه. عادل اللي احنا نعرفه في سفرية زي دي كان زمانه شقلطنا وشقلبنا وما نيمناش. عادل عبير الله يرحمها تعبت وارتاحت، وانت تحمد ربنا ان ربنا جابها لك واحدة واحدة وما فاجأكش. نشكر ربنا، ربنا يرحمها. ونعم بالله الله يرحمها ويحسن إليها. انت بقى هتفضل كده لحد امتى يا صاحبي؟ لحد ما اروح لها. يا دي النيله عليا. في ايه يا عادل؟ ليه كده يا عم بس؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ مش فاكر يا عادل انا لما ابويا الله يرحمه توفى وانا قفلت على نفسي وسبت الشغل والدنيا اتطينت معايا، انت نفسك اللي جيت قلت لي يا شهدي ما ينفعش كده، في حاجات كتير في الدنيا لازم نعيش لها. يعني كل الكلام اللي انا برصه لك دلوقتي ده اصلا كان كلامك انت. فاكر؟ ما ينفعش كده يا عدول، مش ناقصين عكنان احنا. بقولك يا عادل ما تزعلش مني المؤاخذة، يعني سؤال يعني، ما تفكرش تتجوز؟ لا خلاص بقى ما بقاش ينفع. ما بقاش ينفع تتجوز؟ خلاص بقى. لا لا مش اللي قصدك فيه. ما بقاش ينفع تتجوز خالص يعني؟ لا مش خالص خالص كده. اقدر اقول لك الباقي في حياتك يا صاحبي. قوم 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 تعالى اوكلك حاجه. مش عارف اوكلك ايه في اللي انت فيه ده. طب اكني كوارع وانا وريك. لا 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 يا عم ده كده باظت 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 خالص خالص خالص. وعايزه اطور كمان من السفاري خلاص بقى، عشان ما يبقاش مجرد الموضوع شوي وبيتش باجي وحبه ناس قاعدين حوالين النار. يعني حاسه انه في افكار احلى ممكن تتعمل. فعلا لازم يبقى في تجديد كده عشان ما أيوة. ما كفايه كلام في الشغل بقى ماهي. وبعدين انت مالك بقيتي متحمسه فجاه ليه كده؟ هو انت هتقضي بقيه حياتك هنا ولا ايه؟ ممكن يعني ما اعرفش، ما فكرتش بصراحه. ما وصلتش. هفهمك، مش جاهز يعني تلاقي ابن الحلال اللي يبقى عايز يريحك من الشغل كده ويقعدك في بيتك ويسددك. يا عم ما يجي بقى ابن الحلال نبقى نشوف. ما هو جالك اخر الدنيا وانت مطلعه عين امه. خلاص خلاص خلاص. انت كنت فين يا مصطفى؟ بدور عليك من الصبح مش لاقيك. كنت فين ايه؟ ما انا هو يا مستر شوقي. اهو ايه انت جاي تصيف؟ وحصل ايه يا مستر شوقي؟ ما لو حصل بلا مستر بلا بتاع بقى، ما هو مش هينفع كده يعني. انت قعدت تتحايل عليا علشان تيجي معايا، قلنا يومين اوكي، انما هنفضل كده انا وانت سايبين الشركه؟ مين اللي هيمشي الشغل بقى؟ اتفضل حضرتك دلوقتي تروح تظبط البرايس ليست بتاعت رحلاتنا الاقصر واسوان وتبعتها لرنا السكرتيره. اوكي حاضر. اتفضل. حاضر هكلمك بالليل. مستر شوقي على فكره احنا كنا قاعدين والله بنتكلم على التطور بتاع الشركه. انا مش قلقان من حاجه ولا قلقان على تطور الشركه، انا مطمن خالص.
على فكرة اليخت ده صغير قوي، أنا مش متعود إن أنا أبقى رايس على يخت صغير كده. أنا بسوق مراكب كبيرة ولفيت أوروبا كلها، ما سبتش، رحت مالطا، اليونان، قبرص، ما سبتش في أوروبا لا شارع ولا زقاق ولا حارة إلا مشيت فيها بالمراكب. You understand? No. الحمد لله مصلحة. لا بس انتوا قمر قمر. ها خف على نفسك شوية يا ساحس، البنات غلط على السكر. عايز ايه يا جدع انت؟ عايز ايه؟ سيبنا اتبسط. ما تبوظش اليوم يا ابني. اليوم هيبقى زي الفل. ايه ده؟ ما لحقتش. ايه ده؟ ايه اللي حصل يا قبطان؟ المركب وقف يا زفت، تقريبا خلصت بنزين. هو انت مش مفاول يا ولد من قبل ما نطلع؟ لا طبعا انا مفاول على قد برنامج الرحله، وانت بقالك 6 ساعات بتكروس وبتاخد بيها غرز، لا ريحت المكنه ولا ركبت المركب في زبطايه. وانت يا ولد ما قلتش ليه المفروض نريح شويه؟ عشان في حاجات تتحس ما تتقلش، وانا كل ما اجي اكلمك تتفرد وتتني عليا. وده معناه ايه؟ معناه ان انتوا عشا السمك الليله، انتوا هتموتوا هنا النهارده. ولد استنى، ولد يا نهار اسود، رمى نفسه في المايه. انا جت لي النوبه، انا نفس النوبه. الله يخليك الحقيني، لو جت لي النوبه بموت. يبقى اديني قبله تنفسي دي اللي هي بتبقى الحاجات في الحاجات. ما تقلقوش انا هتصل بحد ينقذنا. موبايلي ما فيش نتورك، ما فيش سيجنال في البحر. انا عندي سيجنال عشان اقول لكم ان انا مختلف. هتصل بعادل يا حسين ما تقلقش. عدد تليفونه مقفول. كلم شهدي. لا ده انا اموت احسن ولا اكلم الكلب ده. هاي شهدي. هاي، ما كنت تسيب هدهد يسوق يا عرة المركبية. بقولك ايه يالا، انا كنت اقدر اجيلكم عايم، انا بس اللي مرضتش اسيب حسين والبنات الغلابة دول مش اكتر. وكمان بتكبر؟ طب تصدق بقى انا ما هديك تانك البنزين غير لما تعتذر. تلاتة بالله العظيم انا مشيها بعصير القصب ولا اعتذر لكلب زيك. يا جماعة بطلوا لعب العيال اللي انتوا فيه ده. الله، مش معقول كده. ما انت شايف قادر يا عزيزي. قول له انا اسف وخلصنا. اوكي انا هعرف اخليه يجي. قولوا له حاجه يا بنات. اي بيمسكني من ايدي اللي بتوجعني. قال يسوق مركب، قال ده كبير ويسوق المعديه اللي على ترعه المريوطيه. كفايه كده عشان بحب الفحم ناقص السكر. مريوطيه وترعه، ما خلاص بقى يا ابن الظريفه. يا جماعه معلش يعني انا الدنيا حر عندي فوق جدا. حسين بطل غباوه ارجوك. انت عمرك ما سمعت ناس بتقول ايه الحر اللي احنا فيه ده؟ هو احنا في ساونا؟ اهي دي بقى يا حسين الساونا. يا راجل ده انا كنت فاكر ساونا دي بلد كده حر زي اسوان. الحقيقة هو في بلد اسمها ساونا، ساونا لاند، بس مش دي. انا بقى عملت الساونا دي في البيت مخصوص علشان في الكتمة دي كده نشرب السيجارة المبطرخة دي ونعمل دماغ لذيذة فجرة جدا. زيزو ولا لزيزو؟ مانيش في لعب العيال ده، انا اكبر من كده بكتير. طبعا يا جامد يا جامد زي سحس. ايه الاسد سحس انت جننت؟ ده لو خد نفس منها هيقعد على الدكه دي يقول لك 4 ورا. بقول لك يا شهدي، لو عايز تشرب اشرب انت، احنا ما بنشربش الحاجات دي. بتتكلم عن نفسك يا اخي. روح تصدقوا بقى، انتوا عيال مش لذيذه خالص. ولا انا شارب، وادي الحاجه هي. خد يا جماعه. عندي مشكله كبيره، انا مش قادر اتنفس ولا قادر احرك ذراعي. ما هي دي فايده الساونا يا حسين، تفتح المسام كده وتخليك مفكوك على الاخر. شايف المفكوك ازاي؟ مفكوك.
يا لذيذ ولا بتتحول ولا ايه؟ الله 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 الله. ده برنامج لقيته على التليفون عندي بعمل عليه فيديوهات كده بجنني والله. بجنني عادل بجنني اتفرجنا طبعا زي لا 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 النبي النبي عارف الحركه عشان خاطر انا بس انا اللي اكتشفت ما تقولوش احنا عارفين كده انت المكذب بكلمك مش بترد مشغول طب ما تقول ما انا هو بقول لا انت اتغيرت ما بقتش تحبني بعت لك على الواتساب ما شفتهاش لا يا شيخ اه والله اكدب ليه عشان ما بقتش تحبني ما بقتش تحبني مين قال ما بقتش تحبني مين قال ما بقتش تحبني انا انسحب لانها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لا على الهواء مباشرة انا قلت لها على الهواء ان شاء الله يا رب نكون في القمر انا مين سيدة صفيناس كاظم نحن على الهواء مباشرة الغي رحلتي مالي يعني ايه؟ عاوز تهزقني؟ ولا عايز تخليني ماليش كلمة قدام الناس؟ ابدا يا بابا مرة واحدة استعملت حقي يا مالكش اي حق في البيت ده عايز ايه؟ عايز افول الحمام بطل يا واد انت شقة وبقى ولا عشان روحي فيك متعلقة انت مش عمر؟ أهلا عمر طب خالك عرفات تعبان في مشروع مؤسسين وإسعاف جابته مين اللي مين اللي تعبان؟ خالك عرفات تعبان ويخرب بيت أمك أنا مستعك من تشجيه طب ما تطلع بقى يا ابني قول له الفلوس معايا الفلوس معايا وقول له كمان البضاعة معايا والبضاعة كمان معايا وقول له ما تاخد الكلمة وشيل النهاردة لك إيه؟ هي دي كورة ضربة جزاء مش ضربة جزاء وفاول مش فاول والدقيقة 51 وبيلعب لا يا بنت الجيران مش بتاعتي مش بتاعتي بس انا وريته تكه صغيره صح اللي انا لو عاوز اعمل اي حاجه هعملها ما صاحبش فرافير حتى لو راكبين فيراري انا صاحي بالتقدير حتى لو اركب اتاري تاري الدنيا اتاري مش حلوه زي اللي في بالي مش كل اللي تشوفه غالي مش هقدر بس غير اخواتي مصطفى هو انت امتى اخر مره رقصت انا على طول برقص انا لسه من يومين كنت برقص لمستر شهدي بترقص ليه مستر شهدي اي برقص عشان يمضي لي على الورق هو انت علشان يمضي لك على حاجه بيخليك ترقص وانت يعني عمرك ما رقصتي له عشان يمضي لك على الورق لا طبعا لا ايه ده مفهمني ان الشركه كلها بتعمل كده نيل ده راجل مريض على فكره طيب 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 تعالى بقى اعلمك حركتين رقص جداد علشان اما تروح له المره الجايه تبهره يلا بقولك يا ماهي ما تفكري ترجعي معايا القاهره مصطفى ما بحبش افكر وانا برقص واكيد انت مش عايزني اسيب الرقص دلوقتي صح انا بقولك سيب الطب انا بكلم بجد مش بهزر المره دي انا محتاج منك رد صريح انا مش عايز احس ان انا متشعلق في الهوا يا ماهي بعدين ما تزعليش مني انا حاسس اصلا ان انت مش بتفكري في الموضوع مين اللي قالك ان انا مش بفكر بجد بتفكري طب قررتي ايه ما خدتش قرار عشان بفكر وقلت لك قبل كده القرار ده مش سهل بالنسبه لي لازم اعمل حسابات يا مامي مش كل حاجه لازم نمسك ورقه وقلم ونقعد نحسبها في حاجات كده لازم تحسيها ومين اللي قالك ان انا مش بحس والمصحف الشريف بتحسي طب قولي لي بتحسي بايه بحس معلش قولي لي بحس اني مبسوطه والله العظيم مبسوطه ايوه بحس اني مبسوطه طيب معلش ثانيه واحده بس عشان الكلام دلوقتي ممكن يروح في حته حلوه جدا ما كنتش عامل حساب عليها اصلا بتحس ان انت مبسوط عموما ولا لما بتفكري في الموضوع ده تحديدا بتحس انك انا بفكر في الموضوع ده تحديدا بحس ان انا والمصعب الشريف ايوه طب ما تقولي لي طب يلا نحتفل بقى نحتفل بالانبساط يلا مصطفى مصطفى ماشي لذيذ يا عزوز الله يجعله خير لا مؤاخذه يا سحسن اخد سيجاره الله الله من امتى يا عم واحده في المصيف والله يا اخوانا انا حاسس ان احنا كبرنا على الهبل اللي احنا بنعمله ده يا راجل كبرنا ايه طب تصدق بقى ان السفرية دي اثبتت لي ان احنا لسه عيال صغيرين ايوه انا عايز اخد رأيكم في حاجة عيال ارغي انا بفكر اخطب اوبا بطل تفاهة
هو الجواز تفاهة؟ جواز ايه اللي بتدور عليه وانت كلها كام يوم وتموت؟ اهو يومين من نفسي يا عادل، وبعدين ما انتوا عشتوا حياتكم واتجوزتوا وانبسطتوا. ده انت نفسك كنت دايما تقولي فكر في الجواز يا شهدي، فاكر؟ وبعدين مش يمكن لما اتجوز انبسط؟ موضوع تنبسط يا شهدي ده ميبقاش اكيد. انت بتقول كده ليه؟ ايه اللي حصل مع شيرين يا هناء؟ ما هو الغريب ان مفيش حاجه بتحصل. خص خص يا عادل، زي ما يكون الكلام خلص، مفيش اي كلام ما بيننا. خص خص ايه؟ ده انت هنا ما بتبطلش كلام. عندك حق، هو ده اللي مجنني وبجد مش لاقي له حل. انا عمري ما قصدت اعمل معاها كده. يمكن كلام خلص خلاص، يمكن زهقت منها، خصوصا بعد العيال ما سافروا كبروا، مش عارف. موضوع محتاج مجهود يا عزيزي، لازم تفكر بطريقتها، تبص على الموضوع من وجهة نظرها. يعني مثلا ايه الأسئلة اللي بتسألها لك وانت متضايق منها؟ أسئلة شبه هتخرجني فين النهاردة؟ تحب تاكل ايه النهاردة؟ ما نخرج في أي نهية، ما نطفح أي حاجة. يا أخي نفس الأسئلة من 30 سنة. عبيط، هي لما بتسألك نخرج فين النهاردة بتبقى عايزة توديك مكان أنت تتبسط فيه، إنما لما تقولها أي حتة بتحسس إن الخروجة كلها ملاش لازمة وإن هي مش مهمة بالنسبة لك. اهتم بيها يا عزيزي، رد على أسئلتها، حسسها بنفسها. على فكرة هي مش مهتمة بردك، هي مهتمة باهتمامك. الحاجات دي بتفرق معاهم قوي. الله يحفظك يا عادل. عارفين يا جماعة أنا مش مشكلتي على فكرة في الصمت خالص ولا في السكوت، أنا اللي عيجلتني الدوشة. بابا التلاجة فاضية، بابا السباك، بابا ما تعدي على الدراي كلين، بابا مش هجيب لي لبس العيد، بابا العيدية، العيال اتعاملوا معايا على إن أنا بقيت فيزا ATM. هي حاجة معاهم يحطوها في حاجة تجيب لهم حاجات وخلاص. عارفين النهاردة عيد ميلادي. لا عادي، اصل مفيش ولا احد اتصل بيا يقول لي كل سنه وانت طيب. بيعملوها فيا كل مره. الله، حتى لما بيفتكروني ما بيفتكروني، بيجيبوا تورته بيضاء عشان هم اللي بيحبوها. انا بحب التورته الشوكولاته. كل سنة وانت طيب يا زفت. قول لي كملت كام سنة يا سحس؟ 60. لا ده انت كبرت قوي، انت كده هتخليني اقول لك يا انكل. 60 سنة؟ يالا ده انت اكبر مننا بيجي 30 سنة. احنا اصطحبناه ازاي ده؟ مش فاهم. يا حسين نادر عليا لعمل لك أكبر حفلة عيد ميلاد شفتها في حياتك. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب، وانت طيبين جميعا يا جماعة. والله مش عارف أقول لكم ولا أشكركم، أقول لكم إيه مش عارف. قول لنا شكرا عادي. شكرا عادي. طب يلا بقى بطل، اتمنى أمنية. مفيش أجمل من أمنية إن أعيش وسط ولادي ومراتي. يا ربنا يديهم العافية والصحة ويعكنن عليهم زي ما بيعكننوا عليا أحيانا. ده أنت عيل رخم، بوظت عليا المفاجأة. مفاجأة إيه؟ وحشتنا يا حسين، البيت وحش قوي يا أخويا، من غيرك ملهوش لا حس ولا طعم. وبعدين رحت جددت الباسبور يا أخويا، ابعتلي وهجيلك. وحشتنا
نفسنا قوي يا بابا، كان نفسنا تبقى معانا ونحتفل بيك زي كل سنة، بس احنا مبسوطين انك مبسوط وبتغير جو. كل سنة وانت طيب يا حماية. كل سنة وانت طيب يا ساحس، بس خلي بالك لما ترجع نعمل عيد ميلادك تاني. Happy birthday dad, enjoy your trip. في هو قصد برنامج واحد من الناس اللي عامله لك العيد ميلاد في ايه؟ ليه بلا واحد من الناس بلا زفت؟ كنت يوم ما نتكلم معاك تتنيل تبرطش علينا بالكلام. حسين هو انت فهمت بودي قال لك ايه؟ وانا من امتى بفهمه اصلا؟ بيقول لك ما تنساش يا بابا وانت جاي تجيب لي العجله. جيب لي ايه؟ الله طبعا العجله، امال ايه؟ استنى يا اخي التليفون بيرن، ما تدوش ناش عجله ايه؟ انا بس اللي افهمه. يا بودي تيل مي يور ماذر اباوت يور انسر ماشين تلسكوب. يا ماهي تعالي عايزك يا درش. تعالي. ايه اخبارك يا درش واخبار الموز؟ لسه مطلع عيني والله، بس اخر حاجه حصلت بيني يعني قالت لي ان هي مبسوطه وانها لسه بتفكر. كويس قوي ما دام مبسوطه وبتفكر وبتاع، ادينا قربنا اهو. قربنا اه، هو يبعد بقى. الله انت مالك وماله يا اخي، ده بتاع بقه وخلاص كلام على الفاضي. انا هتصرف معاه ما تشغلش بالك. تعرفي يا ماي، انا مبسوط جدا ان انت قدرتي تستقري هنا وتتأقلمي هنا. انا قررت اعيش هنا. تعيش هنا ازاي بس يا مستر شوت؟ انقل هنا، هعيش في مركز مسعود احتواء احتواء بلا حدود. بس بعد ما توضبيه طبعا. ماهي انا عايزك توضبي لي الفيلا، افرشيها وضبيها كلها على مزاجك ونبقى جنب بعض، ايه رايك؟ رايي طبعا ان دي فكره هايله، وجود حضرتك هنا هيساعدنا ان احنا نطور البيزنس طبعا ونزينه. ماهي انا اكتر حاجه لفتت نظري فيكي ان انت ذكيه. بما انك ذكيه يبقى انت فاهمه وانا فاهم، وانا فاهم ان انت مش بتاعه هزار، عشان كده انا بتكلم بجد. نقرب من بعض، نفضل مع بعض، وبخصوص البيزنس ما تلاقيش ابدا. انا فين ما هبقى عايش وموجود هيبقى البيزنس بتاعي جنبي وموجود جنبي. ايه رايك؟ لو موافقه طبعا. صعبه قوي. لا لا ما ترديش دلوقتي، خدي وقتك. استاذنك هروح التواليت واجي تكوني فكرتي. اظن دي فتره كافيه جدا بقى عشان تقدري تاخدي فيها قرار، صح؟ فكرتي؟ فكرت في ايه؟ موضوعنا؟ موضوعنا ايه بس يا مصطفى؟ ابوس ايدك، مش وقتك خالص دلوقتي. ممكن كنا نتكلم في الموضوع ده بكرة؟ ولا بكرة ولا بعده، دلوقتي. دلوقتي المهي بعد اذنك. طب انت بقى لو عايز مني رد انا بجد معرفش. مصطفى ممكن تسيبني؟ سيبني بس شوية افكر. خلاص يا مهي ما تتعبيش نفسك، انا برضو مش عايز اتعب نفسي. انا فهمت على فكرة، المرة اللي فاتت قلت لي انا عايز احقق نفسي الاول وبعدين اشوف موضوع الجواز. واضح اوي ان انت شفت الاتنين في حاجة واحدة. مش قصدي حاجة وحشة على فكرة، دي شطارة منك، برافو عليكي. أنا دايما كنت بقول ماهي دي أشطر واحدة فينا. إيه يا مصطفى أنت ليه مش بترقص؟ شوية صداع. صداع؟
بص انت روح الفيلا عندي، خش اوضه نومي في درج كومودينو، هتلاقي دواء هايل للصداع، خده هيريحك جدا. هعمل كده حاضر، كده كده الحفله بقى دمها تقيل. سلامتك حبيبي. يا مصطفى رايح فين؟ انا راجع القاهره. اشمعنى يعني؟ هو شهدي زينك في شغل تاني ولا ايه؟ انا سبت الشغل عند شهدي خلاص، مش عارف ابص في وشه تاني. اعذرني يا استاذ عادل، بس صاحبك ده راجل اناني. ما قلتليش بقى هتشربي ايه؟ بعد اذنك يا ماهي، عايز شهدي في كلمتين. كده مبسوط مش كده؟ اه انا مبسوط جدا. انت مش مبسوط ولا ايه يا عادل؟ اللي انت بتعمله مش صح يا شهدي. انا مش فاهم ليه يا اخي انت مصر تاخد حاجه مش بتاعتك. ايه اللي حاجه مش بتاعتي دي؟ ماهي. اه لا يبقى نتكلم بكره بقى. معلش سيبني النهارده. لا مش هسيبك يا شهدي، مش انت شكلك الخمرة لحست نفوخك. ايه فاكرة واحدة من الستات اللي انت تعرفهم تمشي معاها شهرين وفي الاخر ترميها؟ لا يا شهدي، البنت دي غير. برافو عليك، ما هو علشان البنت دي غير هي دي بقى اللي انا عايز اتجوزها. مش من حقها اتجوز ولا ايه؟ لا طبعا من حقها. طيب بس انت عارف ان مصطفى بيحبها. وانا مالي انا بيحبها ما بيحبهاش؟ ما يروح في 60 داية. هو انا ضربتها على يدها؟ اه يا شهدي ضربتها على يدها. عايز تضحك عليها وتبهرها بفلوسك وبمكانتك، وانت عارف بالظبط البنت دي طموحها قد ايه وعايزه ايه. بس اللي انا مش فاهمه بقى، انت عايز تثبت ايه؟ عايز تثبت انك جن قوي يعني وقادر توقع بنت قد عيالك، ولا انت عايز ايه بالدنيا اساسا يا اخي؟ عايز ما اموتش لوحدي يا عادل، انا نفسي في بيت يا عادل، نفسي في سرير عشان لما اغيب عنه يومين يوحشني. انت فاكر يا عادل ان انا لما بعرف وعدك كل يوم ده عشان الانبساط؟ لا، أنا بعرف واحدة كل يوم علشان الونس. أنا خايف أموت وأنا لوحدي يا عادل، أنا خايف أموت وأنتوا ما تعرفوش عني حاجة غير لما رحتي تطلع. أظن من حقي بقى، من حقي إن يبقى لي ناس يا أخي يخافوا عليا ويفضلوا فاكريني زي ما انت فاكر عبيدي كده. بذمتك يا عادل ده مش هيبقى احسن من انها ترسى على انهم يجوا الحمداش الشاذليه يشربوا فنجان قهوه ويمصمصوا في شفايفهم ويقول الله يرحمهم؟ عرفت انا عايز ايه يا عادل؟ معاك حق يا شادي، معاك حق يا صاحبي. أنا كنت أول واحد بقولك اتجوز، بس بلاش دي يا شهدي، مش مناسبة لك يا صاحبي. هو إيه اللي مش دي؟ وإحنا إحنا في سوبر ماركت هنمشي ننقي على مزاجنا يا شهدي. الدنيا ما وقفتش على واحدة. الله، إيه الجمال ده؟ أنت اللي جاي النهاردة تقول لي الدنيا ما وقفتش على واحدة، وإحنا كل اللي بيحصل ده أصلاً علشان خاطرك أنت، علشان نرجعك للحياة تاني بعد اللي انت فيه ده بسبب عبير. فضلك يا شهدي ما تتكلمش عن عبير وانت سكران، عشان بتفلت بالكلام وانا مش عايز اخسرك. نتكلم بعدين. ولا بعدين ولا قبلين يا عادل،
ومش عايز اتكلم خالص، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. ما تغلطش يا شوت، انا بقول لك من نفسك يا عادل. عادل ايه؟ افهم كويس انت بتقول ايه. تعالى معايا واكبر لي بس يا زين. بيغلط فيا حضرتك، بيغلط فيا. خلاص يا انت سكران ولا ايه؟ لا كل شويه واحد يجي يقول لي انت سكران سكران. انا مش سكران يا اخي. يا ابني هتلم علينا الناس بس بقى زيزي بقى يا اخي. من بعد ايه يا انا؟ ايه يا عم انت الهبل ده؟ تعبيت ولا ايه؟ معلش يا حبيبي احنا اسفين غصب عنك. ايه ده؟ هو انتوا تاني؟ طب انتوا بقى مش قد السكر بتسكروا ليه؟ يا ابني خلاص الراجل تعبان قلنا ما كانش يقصد. مش قد ما تسكروش. انا يا انا اوعى يا لا انت روحتي شايف ده؟ ايوه كده علينا اهو. روحتي عادل اسحاب. عادل شادي تعبان. شادي اسحاب. موبايلك يا حسين، عايزين نطمن على شهدي. يا حسين موبايلك، عايزين نطمن على شهدي. الظاهر وقع مني اثناء الخناقه. يوه ازيك يا عادل؟ انا عارفه ان تليفونك مقفول، عشان كده بعتلك الرساله دي عشان تبقى تسمعها وقت ما انت عاوز. انا بس كان نفسي ترد علي عشان اقولك قد ايه انا مبسوطه، وطول عمري كنت مبسوطه معاك يا عادل. ها عملت ايه النهارده؟ ما اني عارفه هتقول ايه. هتقولي هي دنيا يعني فيها ايه تعمل وانتي مش معايا؟ لا، فيها يا عادل، فيها الأصحاب والقرايب وكل الناس اللي حواليك واللي بيحبوك وعايزين دايما يشوفوك مبسوط. فيها اللحظات الحلوة المجنونة اللي مش هتتعود. أهي كل الحاجات دي بقى أنا عايزك تعيشها. عشان لما تجيلي الجنة واسألك عملت ايه ما تقوليش ما عملتش حاجة. بقولك ايه يا عادل، اوعى تسوق الهارلي من غير الخوذة. بس مالكش دعوة بالخوذة البينك بتاعتي، خلي بالك من نفسك يا حبيبي. انا بحبك قوي. مع السلامة حبيبي. عزيزي عزيزي شادي، انت كويس حبيبي؟ الحمد لله. الله يحرقك يا اخي. ايه ده عزيزي انت بتعيط؟ قول لي يا هناء بقى طالما بعيط. خد بالك من نفسك يا شهدي، احنا بناس صغيرين. كله على الله يا عزيزي. نعم بالله عزيزي. ايوه حبيبي. انا عاوز اعترف لك اعتراف، بس مش عايزه يأثر على علاقتنا. خد يا عزيزي، خلي ده معاك وحافظ عليه، ده مسمار الكنبة. معاك من الأول؟ وسيبنا نام على الكنبة كده وظهري يتقطم رقبتي؟ امسك يا واد ما تتكسفش. يعني
انا اكتب ايه في المحضر؟ اكتب ان اتنين عندهم 60 سنة ضربوا 5 ما شاء الله لو دخلوا في الحيطة يعدوا منها؟ مش بالسن حضرتك ولا بالجسم سعادتك. باين انها لا بالسن ولا بالجسم يا والدي. هو يا فندم حصل سوء تفاهم بسيط يعني، ان شاء الله يتحل يعني، بس احنا عندنا واحد صاحبنا في المستشفى وعايزين نروح نطمن عليه. في المستشفى بيعمل ايه؟ اكيد خناقه. لا سعادتك، ازمه قلبيه. ايوه كده، دي الامراض اللي تليق بسنكو. طيب انا نصيحتي ليكم ان انتوا تعملوا محضر صلح. لا يا فندم، احنا عايزينهم يباتوا في الحجز. شلت يا فندم، هو اللي بيبتدي كل مره. يا ابني انا بهرش يا ابني، في حاجه. سيبه سيبه براحتك، بس ده مش في مصلحتك. بص ده عامل ازاي؟ هيتقال ايه؟ ان اتنين عواجيز لا مؤاخذة يعني ضربوك وسففوك التراب، انت هتمشي في المنطقة ازاي؟ انت هتتصور في الجيم ازاي؟ باظت صح ولا ايه؟ ايه؟ حبيبي يا شهدي، فاتك انت، فاتك تشوف اخوك حسين وهو ماسك العيال مدور فيهم الضرب. ولا عادل ادى الواد بنيه في وشه، طبقه له ملاكم ملاكم يعني. انا مش للدرجه دي يعني حسين، الواحد بس ما بيحبش يفتري. سقط. الله عليك يا عدوله. طب انت عامل ايه دلوقتي يا مستر شوتي؟ حاسس احسن؟ احسن بكثير يا ماهي. هو زي القرد قدامك اهو، هيحصل له ايه؟ يا ده احترم نفسك يا ولا. ده كان لسه قاعد بيتشحت في قصادي من شويه، احكي لهم شهدي قاعد يقول لي انا من غيرك ولا حاجه يا شهدي. قول لي يا هناء. الممرضه، الممرضه اسمها هناء. انا مش عارف كان بيعيط ليه، ما كلها كم يوم وكان يودع كده كده. لا يا عادل، احنا ضحكنا عليك. انا مش هموت، قصدي يعني ما كنتش هموت. هتضحكوا على مين يا هبل انت وهو؟ ده انا هرشكم من ساعه ما جيتوا لي البيت، بس فكرت كده وقلت اجي معاكم، او استخبى واتدفى بيكم يعني. انا هلاقي مين غيركم استحمل زعلي ويشيل همي؟ بعدين هو في حد صاحبه بيموت ويطلب مني؟ كنت منهار يا جماعه. السلام عليكم. السلام تبارك الله. السلام. الف سلام عليك يا مستر شوقي. انا اول لما عرفت اللي حصل جيت جري. والله فيك الخير يا مصطفى. انت كويس؟ الحمد لله يا مصطفى، احسن بكتير. ما تسيبوه شويه يرتاح، مش خلاص طمنتوا عليه؟ اه يلا اتفضلوا توكلوا على الله، سيبونا ارتاح. ما هي عايزك ما تمشيش. سلامتك يا شهدي. سلامات يا شهد. الله يسلمك يا حسين. لو وسط حاجه احنا جنبك يلا. شكرا. اتفضل. ما هي في جيب الجاكيت ده في علبه، هاتيها لي لو سمحتي. افتحيها. بقول لك يا حسين، هو الواد شهدي عنده بواسير؟ اوه من زمان. يا خساره، كان نفسي اوجب معاه. كلنا كان نفسنا نوجب معاه. الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك يا مستر شهدي. ميرسي قوي يا مستر شهدي، ميرسي على الهديه الكبيره قوي دي. فعلا ما كانش له اي لزوم يعني، ده كتير قوي. بتشكرني على ايه؟ ولا كتير ولا حاجه، ما دي هتتخصم من مرتبك. ايه يا مستر شهدي اللي بتقوله ده؟ انا لو اشتغلت عمري كله مش عارف اجيب ثمنه. خلاص يا مستر، خلاص. لا ايه لا ايه لا، احنا ما بنبقاش ده يا مستر شهدي. اخصمها من مرتبي انا يا مستر شهدي، ما فيش مشكله. خلاص بقى تمام. ايوه يا مستر شهدي، بتبص لي ليه؟ ما هي اللي هتلبسه، مرتبه انا ليه؟ ده انتوا كابل لذيذ قوي، جاتك خيبه. طيب معلش قبل ما اسيبكم براحتكم كده، عندي سؤال سريع. الحته السيلفر اللي هناك دي تبع العريس ولا العروسه؟ دي مرات خالي. مرات خالك؟ خالي بقى الله يرحمه. الله يرحمه. الله. طب مش تقولي دي حاجه لذيذه فاكره. مستر شهدي، مستر شهدي، مستر شهدي. خلاص خلاص سيبيه، ده لما بيروح ما بيرجعش.
آخر سفرية قعدت في أوتيل، الفطار والغدا والعشاء بينزلولي مكرونة، حتى صالح المساعد بتاعي قلت لي الحكاية دي قبل كده. هو أنا أسكت ما يعجبكيش أتكلم برضو ما يعجبكيش؟ لا أنت بتعجبني وأنت بتتكلم وأنت ساكت، بس تتكلم لما أنا أقولك أتكلم. طب ينفع أتكلم دلوقتي؟ لا يا حلاوتهم. بقولك يا حسين مامين، ما تيجي نقوم نرقص زيهم؟ تيش يا وليا، تيش يا وليا، ما صحش الكلام تقولي ده ليه؟ يعني ماليش نفس انا يعني ولا ايه؟ سقفي نفسي ايه؟ طبعا ليكي نفسي يا حبيبتي، بس انا قصدي لك ان الرقص هنا بالحجز لازم نيجي قبل منها بيومين، بلان نرقص على يمين العروسه ولا شمال العروسه، نختار البوزيشن اللي يعجبنا. انت عارف ان حسين كان عاوز يجيب ولاد خاله كمان؟ ايه الاخبار؟ فاتني حاجه؟ انت فين يا ابني انت؟ ما انا كنت بجهز المفاجاه وعملتها. عيب عليك، ده انا اخلي الفرح ده يولع اهو. بصوا محتار في الحياة، مش فاهم اللي مخبياه، واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحل، اوقات تكشر وشها وتدي بوس وفي ثانية تضحك للا يجوز، ده لقى طريقه ده في السكة تاه، كل يغني على ليلى. أصلك أنت اللي زايق وسعادتك دي بإيديك، لا تصدق ضحكها ها 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 ولا تبكي في حزنها، ياللي أنت محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبياه، واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال. مرة يا ريتها مرتين، يبقى حرام نعيشها واحنا متكتفين، خد حظك منها ها 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 كده يبقى فهمتها، ياللي انت محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبياه، واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال. في الحياة مش فاهم اللي مخبياه، واللي فهمها زمان عنها قال
الدنيا كل يوم بحل اوقات تكشر وشها وتدي بوس وفي ثانية تضحك للاقي يا جوز ده لقى طريقه ده في السكة تاه كل يغني على ليلى فتح عينيك قبل ما تضحك عليك اصلك انت اللي سايق وسعادتك جيب ايديك لا تصدق ضحكة ها 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 ولا تبكي في حزنها ياللي انت محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبيها الحياة واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال أصلنا بنعيش مرة يا ريتها مرتين يبقى حرام نعيشها واحنا متكتفين خد حظك منها كده يبقى فهمتها ياللي انت محضر في الحياة مش فاهم اللي مخبياه الحياة واللي فهمها زمان عنها قال